أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يقول إن مسألة دعوة رئيس النظام بشار الأسد إلى القمة العربية في الجزائر لم تحسم بعد، ويجب أن تكون الدعوة بتوافق عربي عربي. وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 4 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية كانوا يستعدون لتنفيذ هجوم على منطقة عملية نبع السلام شمال شرقي سوريا وفق بيان الوزارة. مجلس الشعب التابع لنظام الأسد يقر مشروع القانون المتضمن تجريم التعذيب ليصبح قانوناً. مراكز التجنيد التابعة لنظام الأسد تجهز دفعة من شباب السويداء لنقلهم إلى قاعدة حميميم الروسية تمهيداً لنقلهم إلى أوكرانيا للقتال لصالح روسيا وفق شبكة السويداء الإخبارية. قوات النظام تعتقل عدداً من الشبان إلى الخدمة العسكرية في مركز التسوية ببلدة دبسي عفنان جنوب غربي الرقة. المدعي العام الأوكراني يقول إن 143 طفلاً قتلوا في أوكرانيا وأصيب أكثر من 200 آخرين منذ بدء الهجوم الروسي على البلاد.